تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى إن شاء الله يومكم دائما مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان، وأيضا التفاؤل هو السلاح الأساسي الذي يجب على الإنسان أن يتمسك به دائما ليتمتع بسعادة كبيرة في الحياة. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، صباح الخير، وأيضا الأخت آمنة العلي، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح الخير والسعادة والإيجابية. يا صباح النور، أنا محدثكم طبعا عبد الله جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما قبل لا نستعرض فقرات برنامج هذا اليوم، نحب نذكركم دائما بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. دائما طبعا الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية الجميع، فلنلتزم جميعا. نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، طبعا فقرة الأخبار المحلية والعالمية اليوم. أول خبر تحت عنوان باحثون يكتشفون طريقة جديدة للتنبؤ بنوبات الصرع، وخبر آخر تحت عنوان علامات مبكرة تدل على إصابة الأطفال بالصدفية، ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا، بتكون إن شاء الله اليوم زميلتنا أسماء الجناحي بتعطينا المستجدات. فقرة مستجدات كوفيد 19، ومثل ما نعرف أنه بعد ما زال يعني الفيروس موجود، فاليوم بنتكلم مع الدكتورة هند العوضي عن الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة والتخلص منها بالطرق الصحيحة. فقرة مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان حمى المعدة، وفقرة التغذية اليوم بدائل الماء، بنتعرف ما هي البدائل أو بدائل الماء. فقرتنا الأخيرة فقرة تقنيات الحديثة، واليوم تحت عنوان روبوت جراحة الركبة. هاي كلها فقراتنا متنوعة مستمعين الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ أول خبر اختيامنا، باحثون يكتشفون طريقة جديدة للتنبؤ بنوبات الصرع. طبعا أخوي عبد الله، خلال هذه الدراسة الحديثة التي نشرت في مجلة لانست، قام فريق من العلماء الأمريكيين بتجريب جهاز تحفيز يتم زرعه في الدماغ يمكنه التنبؤ بنوبات الصرع والعمل على منع حدوثها. وطبعا قال الباحثون إن الجهاز المسمى نيرو يهدف إلى وقف نوبات الصرع عن طريق تحفيز مناطق معينة من الدماغ عند ظهور العلامات الأولى للصرع في إحدى هذه المناطق. كما يمكن للجهاز مراقبة وتسجيل نشاط الدماغ المرتبط بالنوبات على مدى عدة أشهر أو حتى سنوات لدى مرضى الصرع أثناء ممارستهم بحياتهم الطبيعية، مما يساعد في التنبؤ بالنوبات قبل حدوثها. وطبعا أظهرت نتائج هذه الدراسة أن التنبؤ بمخاطر الإصابة بنوبات الصرع قبل عدة أيام كانت لدى 40% من المشاركين في الدراسة، في حين أن بيانات دماغ المشاركين المتبقين تنبأت بمخاطر النوبة قبل يوم واحد فقط من حدوثها. وطبعا أخي عبد الله، هذا الجهاز بيساعد مرضى الصرع الصراحة بشكل كبير، نتمنى صحيح. يعني أن نرى هذا
طبعا الجهاز على أرض الواقع وفعاليته إذا كان الشخص بيتنبأ طبعا بوجود الصرع ممكن يتفادى الكثير من المشاكل. صح. أيضا يعني طريقة العلاج بتكون أيضا سهلة في حالة إذا كان في تنبؤ، يعني مثل ما تقول الدراسة إذا كان بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام. نعم. ناخذ اختيام نعير فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. اختي أسمى صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحتم الله بالنور والسرور أخواني، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور الدبيب. يا صباح النور والسعادة أسمى، ودائما يعني طاقة إيجابية. خبرينا اليوم شو عندك من أخبار ومستجدات في السوشيال ميديا؟ بداية نحن نحب الأكل على الجميع، ما زالت وصلنا استفسارات عن يعني فحوصات كوفيد 19، أنهم يقدرون يأخذون المعلومات اللي يحتاجونها من خلال الفحوصات من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. سوري خوي عبد الله، يعني يقدرون يأخذون مواعيد عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. نعم. DHA app. أيضا من ضمن الأشياء اللي يدرسونها الاتصال حول المعلومات المتعلقة بالمواعيد من خلال 8342. أيضا من هاي فترة عطلة مدرسية، ودائما نحن نحب نأكد على نصائح عند الخروج الأطفال من المنزل، ونتمنى من كل أولياء الأمور يكونوا قدوة لما يظهرون يلبسون الكمامات مع عيالهم، يشرحوا لهم أهمية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وغيره، وأيضا يراقبون عيالهم في حال وجود أي يعني أي شخص شيء مثلا خذوا أغراض من غيرهم، ينصحونهم بأهمية إن عدم تبادل الأغراض الشخصية مع الآخرين. أيضا من ضمن الأشياء اللي مهمة هي لمرتادين أندية رياضية تنظيف الأسطح قبل الاستخدام أي جهاز وأيضا بعد الاستخدام عشان غيرهم. بالنهاية نتمنى من الجميع أخذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية، نتمنى لكل حياة أكثر صحة وسعادة. وشكرا اختي اسمى الجناحي، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا الاعزاء، قبل ان نطلع الفاصل عندنا خبر اخر اليوم تحت عنوان علامات مبكره تدل على اصابه الاطفال بالصدفيه. اوضحت هاي الدراسه من مجله كيدز الالمانيه المعنيه بالاسره والطفل ان الاصابه بالصدفيه غالبا ما تحدث لدى الاطفال بعد الاصابه بالتهابات اللوزتين المصحوبه بالصديد، لافته الى انه في بعض الاحيان ايضا تظهر اولى مواضيع الإصابة بالصدفية في نطاق الحفاضات بالنسبة للأطفال الرضع. وأيضا من الأمراض المميزة للصدفية الإحمرار والحرقان والحكة والتغييرات الجلدية التي تشوه المنظر الإجمالي للبشرة في كثير من الأحيان، كما يقترن التهاب المفاصل بالصدفية لدى الأطفال. كما يكون الأطفال المصابون بالصدفية أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأمعاء المزمنة والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني مقارنة بأقرانهم الأصحاء، كما يرتفع لديهم خطر إصابتهم بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية. هاي فقرة الأخبار لهذا اليوم. أختي آمنة، ندري مش تحبين فقرة التقنيات، ولكن بعد الفاصل مستمعين الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. فقرتنا الثانية بتكون اليوم تحت عنوان روبوت جراحة الركبة. بناخذ فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ومرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التقنيات الحديثة لهذا اليوم اختي آمنة، وتحت عنوان روبوت جراحة الركبة.
نعم أخوي عبد الله، مثل ما تعرف تحرص هيئة الصحة بدبي على استقطاب أحدث التقنيات العالمية وتوظيفها لخدمة المرضى بمختلف مستشفياتها ومراكزها التخصصية التي تسخر بالكفاءات الطبية المؤهلة والقادرة على التعامل مع التطورات العالمية في المجال التقني. واليوم بنتحدث عن تقنية روبوت جراحة الركبة، وسيكون معنا طبعا عبر الهاتف الأستاذة خلود آل علي، أخصائي وقائد فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة خلود. صباح النور آمنة، أهلا فيك. خلود، ممكن تعطينا فكرة عامة عن هاي التقنية اللي هي روبوت جراحة الركبة؟ أوكي. روبوت جراحة الركبة هو عبارة عن روبوت اسمه ذراع ماكو، يتم استخدامه في عمليات الاستبدال الكلي لمفصل الركبة. اللي يصير مثل ما انت عارفة شريحة كبيرة من الناس بالذات الكبار، يعني الكبار في العمر، يعانون من ألم في الركبة، التهاب المفاصل وغيرها، وفي بعض الأوقات يضطرون لأنهم يستبدلون الركبة. فالعملية هاي كانت تتم بالطريقة التقليدية بدون استخدام أي روبوت، وبعدين حاليا صار في، يعني طبعا الطب يتطور والعلم يتطور، صار في روبوتات يستخدمونها في هالنوع من العمليات. الروبوت هذا اللي يعمل بالطريقة التالية، إنه قبل العملية يتم تصوير أشعة مقطعية للرجل، وتكون أشعة واضحة مبين فيها عظمة الساق، الفخذ، وأيضا الركبة. وبعدين هاي الأشعة تسوي نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد. ندخل النموذج هذا في نظام ماكو. نظام ماكو يعطي الدكتور صورة واضحة وكافية عن شكل العظام، كيف هو لازم يخطط للعملية، كيف يجهز العظام أثناء العملية. هذا اللي يصير قبل العملية. بعدين داخل غرفة العمليات الدكتور يستخدم هالنظام اللي ساعده في التخطيط أثناء الجراحة بعد، عشان يعني لما يكون، لأنه لما يشتغل في العملية يجهز العظام، تعرفين أوقات يضطر ينحت يقص شوي، فيجهزه بطريقة أنه يقدر يحط المفصل الصناعي مكان المفصل اللي متأذي. فيسوي هالعملية باستخدام الذراع الروبوتي، وبعدين يجيب الذراع الروبوتي، يوجه الدكتور يوجه الذراع الروبوتي باتجاه المكان اللي راح يحطون فيه المفصل الصناعي، وبحد ذات الذراع الروبوتي يساعد الدكتور أنه ما يطلع برع نطاق اللي لازم يحط فيه المفصل، فالتشوز اللي محيطة ما راح تتأثر، راح تكون العملية دقيقة أكثر. نعم أستاذ خلود، ممكن تقولي لنا هل بدأ استخدام هذا الجهاز في منشآت هيئة الصحة في دبي؟ شوفي، الجهاز إنه جاهز، بس حاليا ما استخدمناه في المستشفى بعدنا. لأنك عارفين صارت أزمة كوفيد وشي، وفي في وايد عمليات اللي ما كانت ضرورية فحطوها عن هولد، بس إن شاء الله عن قريب راح تكون هاي التقنية موجودة في هيئة الصحة في المستشفيات لنا، وخاصة في مستشفى راشد. صحيح أستاذ خلود، أيضا أنت من خلال حديثك تطرقتي على يعني فكرة عامة عن الجهاز هذا والتقنية الريبوت. لو نتكلم معك عن مميزات وفوائد التقنية للمرضى، لأن تعرفين أستاذ خلود أن هناك يعني تخصصات، وهناك أيضا يعني بعض الأماكن اللي تقدم خدمات للمرضى، والخاصة بموضوع اللي تفضلتي فيه يعني استبدال الركب ومشاكل العظام. لو نتكلم عن مميزات وفوائد التقنية للمرضى لهيئة الصحة بدبي، أهم الفوائد إنها راح تقلل من فترة إقامتهم في المستشفى. هاي بحد ذاتها فائدة كبيرة للمرضى، لأن المرضى يعني ما يحبون يتمون في المستشفى فترة طويلة. وبعدين الأخطاء أو المخاطر اللي تصير أثناء العملية هذه راح تقل، لأن مثل ما ذكرت الروبوت يساعد إن الدكتور يكون، يعني الحين لما هو يركب المفصل انتوا عارفين يعني المكان يكون يعني محدد. صحيح. فساعات اذا الدكتور مثلا يعني بالعين او شيء، ساعات ممكن شوي يعني تعرف مليمتر يعني يغير الدايركشن، فهاي يعني ممكن ساعات تسبب مثلا مثل آلام للمريض بعدين. والمخاطر هاي راح تقل، فاذا قلت المخاطر وزادت الدقة، المريض تعافيه راح يكون اسرع.
صحيح. حتى إحساسه بالركبة راح يحس إن الركبة هي نفسها الركبة الطبيعية يعني. نعم. فهاي من أكثر الفوائد اللي تعود على المريض. صحيح. وأيضا أستاذ خلود هناك طبعا ريبوتات وتقنيات مشابهة أيضا احنا سمعنا فيها واستضفنا أطباء من مستشفى دبي تكلمنا الفترة الأخيرة عن الروبوتات والتقنيات الحديثة والذكية في عمليات العمود الفقري، وأيضا مثل ما أنت تفضلتي أن يعني تقلل من مكوث الشخص في المستشفيات، وهذه طبعا دائما تزيد من سعادة وثقة ورضا المتعاملين في هيئة الصحة بدبي. نعم أستاذ خلود، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين فيما يخص التقنيات الحديثة وما تستقطبونه في هيئة الصحة في دبي. اللي حابة أقوله، نحن من فريق المسرعات نحاول قد ما نقدر أن نضيف تقنيات حديثة وفي نفس الوقت يعني تأثر على يعني على المرضى بشكل يعني بشكل مباشر، خاصة في مثل ما ذكرت الروبوتات استخدامها في العمليات الجراحية وايد لها أثر إيجابي على المرضى من ناحية دقة العمليات، تقليل المخاطر اللي يعانون اللي ممكن تحصل أثناء أي عملية جراحية، وبشكل أخص اللي هو تقليل فترة مكوثهم في المستشفى بما لأنه راح يأثر على نفسية المريض، وإن شاء الله في الفترات الجاية راح يكون عندنا تقنيات أكثر بعد إن شاء الله. نعم أستاذة خلود آل علي أخصائي وقائد فريق المستقبل، شاكرين لك تواجدتش معانا اليوم، شاكرين طبعا فريق عملكم المتميز في فريق المستقبل على هذه الجهود اللي تبذلونها وعلى التقنيات الحديثة اللي تستقطبونها لنا في هيئة الصحة في دبي. شكرا لك. العفو تسلمين. اختيامنا طبعا شيء الحقيقة يسعد الجميع، أن هيئة الصحة بشكل مستمر وبشكل دائم تستقطب هاي التقنيات الحديثة، التطبيقات الذكية والبرامج الذكية اللي دائما يعني هدفها إسعاد المتعاملين، ومثل ما تفضلتي أنت أيضا بأن أو مثل ما تفضلت الأستاذة خلود بأن يعني هاي الأنظمة تساعد في زيادة سعادة المريض، ومن المهم بأن يعني الشخص يحس براحة وتزيد أيضا ثقته يعني في الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. نعم أخوي عبد الله، مثل ما ذكرت أستاذة خلود الروبوتات هاي تساعد في دقة العملية، تقلل من الأخطاء الموجودة وتخلي المريض يعني أو الشخص متأكد 100% من نجاح هاي العملية أو تركيب هذا الجزء في الرجل مثل ما قالت الركبة، يعني دقة العملية وتقليل المخاطر وتقليل فترة مكوث المريض في المستشفى، هاي كلها عوامل تؤدي إلى سعادة المتعاملين وأيضا تؤدي إلى نتائج أفضل أثناء العمليات طبعا. صحيح. وطبعا الفترة المقبلة أختي آمنة يعني بيتم توسيع يعني نطاق هاي النوع من الخدمات في هيئة الصحة بدبي، مثل ما ذكرت أنا أن قبل فترة استقبلنا أيضا أحد الأطباء العظام في مستشفى راشد وتحدث الحقيقة عن نظام العمليات العمود الفقري اللي هي تعتبر من العمليات المعقدة من العمليات الكبيرة، كيف يتم يعني استخدام الروبوت والأنظمة الحديثة والتطبيقات الذكية في إجراء هاي العمليات الدقيقة في هيئة الصحة بدبي. نعم كذلك أخوي عبد الله، إن هاي العمليات مثل ما ذكرت تقلل من الأخطاء اللي ممكن تحدث أثناء العمليات، لأن مثل ما ذكرت عن ذراع ماكو إنه نظام يساعد في التخطيط، فإذا كان تخطيط الطبيب صحيح، صحيح إذا كانت كل المقاسات صحيحة فإن شاء الله هذا يؤدي إلى نتائج إيجابية أثناء العملية وقلة الأخطاء ومثل ما ذكرنا سرعة الشفاء. صحيح. اللي عجبني أيضا من خلال حديثنا مع الأستاذ خلود أن استخدام نظام الأشعة الثلاثية الأبعاد اللي متوفرة في هيئة الصحة بدبي أيضا هاي تعطي يعني تسهل يعني إن صح التعبير وتساعد الطبيب في يعني إجراء التشخيص الصحيح وأيضا يعني التخطيط للعملية بشكل أدق وبشكل صحيح أكثر. نعم، ومثل ما نقول أخي عبد الله التقنيات الحديثة دورها كبير جدا في تسريع عمليات شفاء المرضى وتقليل المضاعفات
وكذلك مثل ما قلنا ونقول دائما أن صحة وسعادة متعاملين هيئة الصحة في دبي تأتي ضمن أولويات الهيئة. نعم. وهاي دائما وهذا دائما اختي آمنة الحمد لله رب العالمين مؤسسة أو هيئة الصحة بدبي معنية بأهم شيئين يعني في حياة الإنسان وأهم شيئين اللي هي صحة وسعادة الإنسان. بناخذ فاصل اختي آمنة وبعد الفاصل عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم وعندنا فقرات متنوعة دائما خلكم مستمعين الأعزاء معنا في برنامج صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجنا الإذاعي أو برنامجكم عفوا الإذاعي لهذا اليوم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. اختي آمنة مصطلحنا الطبي لهذا اليوم حمى المعدة. طبعا حمى المعدة هي ألم حارق في الصدر خلف عظمة الصدر مباشرة، وغالبا ما يكون الألم أسوأ بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء، وتعد حرقة المعدة العرضية شائعة ولا تستدعي القلق، ويمكن لمعظم الناس علاج الانزعاج من حرقة في المعدة من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية دون وصفة طبية. وطبعا تحدث حرقة المعدة عندما يرتجع حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المريء. صحيح، وهي طبعا من المشاكل الشائعة الحقيقة وكثير من الناس يعانون منها. نحن استضفنا أيضا طبيب وتحدثت عن هالموضوع بأن دائما حرقة المعدة لابد أن يكون هناك في نمط غذائي صحيح وفي يعني رياضة بشكل دائم على أساس أنه يقلل من موضوع حرقة المعدة والأكثار من السوائل وبالأخص الماء. طبعا فقرتنا الثانية اختي آمن اليوم الحقيقة فقرة التغذية جميلة وحتى العنوان جميل، هل نحن نتوقع أن في بدائل للماء؟ ممكن يكون هناك بدائل للماء أخوي عبد الله، بس كثير منا يعرف أن الماء مفيد جدا للجسم. علينا طبعا شرب ما يقارب من 6-8 أكواب من الماء في اليوم، وخاصة خلال فصل الصيف اللي يفقد فيه الجسم الكثير من السوائل. وطبعا الحديث عن هذا الموضوع بتكون معانا اليوم الأستاذة مي بن ثاني أخصائي التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة مي. يا هلا، صباح النور، اهلا فيك. اهلا. وطبعا مثل ما قال اخوي عبد الله موضوعنا لليوم يعني شيق، ويعني يخلي الواحد يكون في تساؤل، هل هناك بدائل للماء استاذه مي؟ هي ان شاء الله اليوم موضوعنا بيكون عن بدائل الماء، بس قبل اتكلم عن بدائل الماء بنذكر بعض حابه اوضح معلومه اللي هي عن فوائد الماء في الجسم. جسم الإنسان مثل ما أغلب المستمعين يعرفون أنه يحتوي تقريبا على 60% من الماء، فبالتالي الماء هو عنصر جدا مهم يدخل في العديد من العمليات الحيوية في الجسم ولعدة فوائد. فمن فوائد الماء أنه يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم، وها يقومها عن طريق التعرق. الماء يساعد على الهضم وعلى عملية الجهاز الهضمي، وأيضا الماء يقوم توصيل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الدم. ومن فوائد الماء أنه يحمي الكليتين من التلف، لأن من وظائف الكلية أنها هي تقوم بعملية تنظيم السوائل في الجسم، فنقصه ممكن يأثر على الكلية. طبعا نقص الماء او السوائل في الجسم لها يعني ممكن تسبب في العديد من المشاكل الصحيه، ممكن تسبب في الصداع، ممكن تسبب صداع وصعوبه في التركيز، ممكن تسبب مشاكل في الهضم، ممكن تسبب جفاف البشره، وايضا ممكن تسبب في كثره الالتهابات وخاصه التهاب البول. طبعا هناك وايد مشاكل صحيه لنقص السوائل في الجسم او الماء ممكن، بس احنا ركزنا على اهم هاي المشاكل. الحين بنتكلم عن بدائل الماء، يعني شو اقصد انا اليوم في موضوعي بدائل الماء.
بدائل الماء اللي هي السوائل اللي ممكن نستعيض بها عن الماء، لأن في فئة من الناس، في فئة من الأشخاص عندهم مشكلة في شرب الماء، يعني ما يشربون الكمية الكافية أو ما يخصون احتياجاتهم من الماء طول اليوم. في أحد الأسباب من هاي الأسباب يعني مش إنهم ما يشربوا الماء، إنهم ما يستسيغون طعم الماء. فاليوم أنا حابة أذكر بعض الفوائد اللي ممكن نعتبرها فوائد صحية ممكن نستبدل أو مش نستبدلها بالماء، ممكن تكون يعني جزء من السوائل اللي يحتاجها الجسم، وأيضا هاي السوائل تحتوي على عناصر مفيدة. نعم. من أهم بدائل الماء اللي ممكن نستعيض بها اللي هو ماء جوز الهند. ماء جوز الهند يحتوي على نسبة عالية من الأملاح وخاصة البوتاسيوم، فممكن يعتبر بديل صحي للماء. أيضا العناصر الطازجة ممكن نعتبرها بديل صحي للماء لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، لكن لازم نحط بعين الاعتبار أن العصائر تكون محضرة في البيت عشان نتأكد أن نسبة السكريات ما تكون فيها عالية، أو إذا ما رمنا نحضرها في البيت خذناها مثلا من السوبر ماركت أو الجمعيات، نتأكد من البطاقة الغذائية أن ما تكون فيها سكريات مضافة، لأن إذا استهلكنا العصائر الطازجة على المدى البعيد ممكن تسبب في مشاكل ثانية اللي ممكن تكون هي يعني مصدر أو ممكن تسبب في زيادة الوزن. نعم. أيضا ممكن نعتبر الشاي بالأعشاب مثل شاي البابونة، شاي اليانسون، أي أعشاب عطرية بديل صحي للماء لأنها تحتوي على مضادات أكسدة. وأيضا ممكن إحنا نستخدم يعني أوكي ممكن الماي، إحنا الماي نفسه ممكن نسويه بطرق مثلا ممكن نضيف له منكهات مثل الليمون، مثل النعناع، مثل أي نوع من أنواع الأعشاب العطرية عشان يغير طعمه ويكون مستساغ للشخص. نعم، مثل ما ذكرتي يعني هي مش بدائل للماء أكثر ما هي يعني أشياء حق الأشخاص مثلا اللي ينسون يشربون ماء، أو الأشخاص اللي ممكن مثل ما قلتي ما يستسيغون بالضبط. يعني إحنا ما نحب طعم الماء، ما نستسيغ طعمه، فممكن هايلة يعتبرون يعني هايلة البدائل ممكن يكون مصدر السوائل اللي هو يحتاج الجسم. نعم. لأن كل جسم يحتاج كمية معينة من السوائل خلال اليوم لازم الشخص يستهلكها. نعم تفضل. وإذا ما استهلك هالكمية كلها ممكن يؤدي إلى هالمشاكل اللي أنا ذكرتها في بداية الفقرة. نعم. فبهالطريقة إن إحنا نكون إحنا استخدمنا بدائل الماء وفي نفس الوقت استفدنا من العناصر الغذائية اللي فيها، استفدنا من الأملاح اللي فيها، من المضادات الأكسدة اللي ذكرتها، من الفيتامينات، فممكن تكون بديل صحي لهالبدائل. نعم أستاذة مي، تعطينا لو تعطينا طبعا نصيحة أخيرة لتوجهينها للمستمعين اللي طبعا ما يشربون الماء او قليلين يعني عندهم هي بالضبط. الحين في طريقه سهله يعني يقول لك شخص انا كيف اعرف كم اقدر اشرب من الماء، هناك في طريقه سهله احنا نستخدمها لحساب كميه الماء اللي الشخص يحتاجها خلال اليوم، فممكن هو يحسب نسبه الماء اللي يحتاجها في اليوم على حسب وزنه. فمثال على ذلك اذا كان مثلا وزنه 50 كيلو يضرب الخمسين كيلو في 35 ملي، يعني كل كيلو من الجسم يحتاج 35 ملي من الماء، فبالتالي يطلع كمية الماء اللي يحتاجها هالشخص خلال اليوم كله. نعم طبعا أستاذة مي، شاكرين لك معلوماتك اللي أثريتينا فيها اليوم، معلومات قيمة وجميلة جدا. طبعا أستاذة مي بن ثاني أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم. نعم حقيقة معلومات جميلة أختي أمنة عن بدائل الماء، ومثل ما ذكرتي أن هناك الكثير من الأمور أو من يعني المشروبات اللي ممكن تكون بديلة عن الماء، ولكن بشرط أنها ما تكون تحتوي على يعني كميات كبيرة من الأصباغ أو حتى السكريات. نعم أخوي عبد الله. فناخذ فقرتنا الثانية اليوم مستجدات كوفيد-19 اختيامنا اليوم تحت عنوان الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة والتخلص منها. نعم طبعا أخوي عبدالله، تعتبر الكمامة من الوسائل الوقائية الفعالة لتفادي الإصابة بعدوى كوفيد-19 واللي يجب الالتزام بها وخاصة في الأماكن العامة، واليوم بنتحدث مع الدكتورة هند
العواضي عن هذه الكمامات، أنواعها والطرق الصحيحة لارتداء الكمامات أو التخلص منها. صحيح. صباح الخير دكتورة هند. صباح الخير آمنة، صباح الخير عبد الله، صباح الخير جميع المستمعين. صباح النور. بس عاد نحن دكتورة اليوم قبل أن أخذ الأسئلة ما بنودرك لازم تتكلمين عن المثلث الذهبي، ونحن سميناه هذا مثلث الدكتورة هند الذهبي. بس خلنا شوي نتكلم عن الكمامات وبعدين نرجع لمثلثنا الذهبي إن شاء الله. تفضلي. لازم ينذكر في كل فقرة كوفيد. صحيح. أول شيء نتكلم عن أنواع الكمامات اللي عندنا، في عدة أنواع الناس ذكروها وتداولتها وسائل الإعلام والتواصل. صحيح. الكمامات بشكل عام أنا أقدر أقسم لكم إياها لثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو الكثير كان يعرف عنه اللي هو N95، طبعا هذا الكمام يعتبر كمام جدا متخصص وجدا فعال للعاملين في القطاع الصحي، وخصوصا اللي يشتغلون في المستشفيات واللي يكونون على تواصل بشكل دائم مع مرضى كوفيد، لأن هذا الكمام لطريقة معينة في اللبس ولعدد معين من الساعات الواحد يلبسه. فهذا النوع من الكمامات احنا ما ننصح عامة الناس انه تستعمله. لكن عندنا النوعين الآخرين اللي هو الكمامات الجراحية اللي هي تعتبر أيضا جدا فعالة وجدا آمنة، وننصح الجميع أنهم يستعملونها، وفي طريقة معينة أنك تلبسها بنذكرها بعد شوي. هاي الكمامة إحنا ننصح الجميع أن يستعملونها. وطبعا في الخيار الثالث اللي هي الكمامات القماشية، أيضا هي يعني ما تعتبر بفعالية الكمام الجراحي، ولكن أيضا لها دور في حماية الأشخاص من بعض الأمراض. طريقة لبسنا للكمام هذه يعني أنا وايد شفت منها الكثير من الناس على كذا ما إحنا نعيد ونزيد فيها، لكن إحنا لاحظنا أن الكثير ما يعرف، ما زال ما يعرف. على سبيل المثال الكمام الجراحي في لون أبيض وفي لون ملون، الكثير قمنا نشوف أنه يلبسها بالجلب، يلبس الأزرق للداخل والأبيض للخارج. صحيح. لا، الطريقة الصحيحة دائما وأبدا أن الطرف الملون يكون للخارج والطرف الأبيض يكون للداخل. وبعدين في جزء معدني كثير أنا أشوفهم جالبينها أخوي عبد الله، حاطينها فوق تحت، وفي المفروض تكون يعني الفكرة من قطعة الحديد هذه أنها تتثبت على الخشم. صحيح. أنك تثبتها، لأن الكمام لازم يكون يغطي أنفك وفمك بطريقة صحيحة عشان يحميك، يعني يقدر يحميك. ففكرة القطعة المعدنية هذه ان احنا نثبتها على الخشم عشان نثبت الكمام في مكانه. صحيح. فاول شيء طبعا احنا لازم نعرف الطرف الداخلي من الخارجي، نعرف القطعة المعدنية وين تكون، وبعدين لما نلبسها نتأكد ان احنا غطينا الانف والفم بطريقة صحيحة، ونثبتها سواء كانت الاشرطة او نثبتها خلف الاذن. وشفنا الكثير من الأشياء اللي طلعوها الناس الحين عشان يخففون من الضغط على إذنهم، في مثل قطعة يستعملونها مثل extension يكون. فهذه بعد نتأكد إن إحنا لما نستعملها هذه لازم تكون بعد القياس مالها صحيح، يعني ما نخليها وايد رخوة وما نخليها وايد ضغطة علينا بعد. نعم. فهذه بعض النصائح إن إحنا لما نلبس الكمام. بعدين الكمام الجراحي يستعمل فقط لمرة واحدة، ما نقدر نحن نعيد استعمالها مرة ورا ثانية. الكثير أنا شايفة يعلقون كماماتهم في السيارة، يحطونها على برد، يحطونها على جنب، يحطونها في جيبهم ويطلعها وقت محتاجها. فكرة الكمام الجراحي اللي هي فقط لمرة واحدة. وبعدين إذا حسينا أن هذا الكمام صار مبلل، سبحان الله وأنت تتنفس وأنت يمكن عطس أو يعني سعلت، الكمام يصير مبلل. فمجرد ما صار مبلل صار غير صالح للاستعمال، فإحنا هني نغيره. ويمكن ساعات الكمام يتمزق، لأن مثل ما نعرف it's for one time، يعني تستعملها المرة واحدة. فإذا صار ممزق صار مبلل، أنت هني لازم تتخلص منها وتستعمل واحد جديد. أما الكمامات القماشية هذه تقدر أنت تعيد استعمالها مرة ورا ثانية.
ولكن بعد كل استعمال لازم انك انت تحرص انك تغسلها بماء دافي شوي وبالماء والصابون، وتحرص ان الكمام هذا يصير ناشف وبعدين تعيد استخدامه مرة ثانية. يعني ما في فايدة انك انت هذا الكمام صار لك اسبوع ما غاسلنا وتقول ترى هذا كمام قماشي انا اقدر اعيد استخدامه. هي تقدر تعيد استخدامه ولكن لازم انت تحرص على تغسله بعد كل استعمال. نعم. الحين نوصل للنقطة الأخيرة اللي هي انت كيف تنزع كماماتك. فكرة الكمام ان احنا نحرص ان احنا ما نلمس الطرف اللي قاعد يلامس الأنف والفم، هذه المنطقة تصير مكشوفة يعني تصير مثل ملوثة. احنا نحرص ان احنا لما ننزع كماماتنا ما نمسك هاي الجزئية، ولكن نمسك الجزئية اللي متثبتة على الإذن عندنا. نحرص ان ننزعها بهاي الطريقة، ما نلمس هاي المنطقة اللي انا ذكرتها الحين، وبعدين نتخلص منها في اماكن يعني في سلة المهملات. انا كثير شفت ماسكات اخوي عبد الله طايحة في الشارع، صحيح، رامينها في البحر على الشاطئ، وشفت الكثير من الأطفال بحكم أنهم فضوليين يمسكون لها ويقولون شو هذا، وخصوصا إذا كان الكمام ملون وفي صور أو في أشياء، فهذا يصير جاذب لهم أكثر. صحيح. زين أنا توني قلت أن هذا الجزء صار ملوث، سبحان الله يمكن هذا الشخص اللي استعمل هذا الكمام يكون مريض، فأنت بهاي الطريقة نقلت العدوى لهذا الطفل وهو ما له أي ذنب. فإحنا لما نتخلص من الكمامات نحرص أن إحنا نتخلص منها في سلة المهملات. والكمامات القماشية مثل ما قلت أن إحنا يعني نغسلها على طول بعد الاستخدام. نعم. أتوقع أني غطيت كل النقاط المهمة اللي إحنا لازم كنا نتكلم عنها عن الكمامات. صحيح. دكتورة طبعا أنت تحدثتي عن نقاط جوهرية ونقاط حيوية ونقاط مهمة، وبالأخص نحن خلال الفترة هاي ما زلنا يعني الفيروس موجود، فلا بد أن ناخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية. وفعلا يعني دكتورة النقاط اللي أنت تكلمتي فيها والنصائح اللي عطيتيها، لأن نحن أرض أصلا نشوفها، يعني كل النقاط اللي تكلمتيها نشوفها. لبس الكمامة بشكل غلط، لين الحين في ناس تلبس الكمامة اللي هو اللون الأزرق ما يعرف يعني كيف يحط الطرف الملون، وأيضا يعني استخدامه بالشكل الأمثل وكيف يعني يحطه في الأماكن الصحيحة بعد استخدامها. فبالعكس دكتورة هاي كلها يعني نقاط جوهرية وحيوية، وأتمنى إن شاء الله دائما الناس أنها يعني تتبع هاي الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة سواء يعني بفيروس كورونا أو حتى بلبس الكمامة. يعني كل الدراسات أثبتت أن الكمامة تعتبر إحدى الطرق الفعالة في حمايتنا ضد كوفيد-19، ولكن إحنا لازم نعرف كيف نلبسها وشو نلبس وكيف حتى نتخلص منها. صحيح. دكتور نذكر مثلثنا الذهبي الحين عبد الله. والله عندنا وقت شوية مشتاقين ومتولهين للمثلث الذهبي. هي مثل ما قلنا كالعادة المثلثنا الذهبي الكمامات جزء مهم منها، انك انت لازم تعرف ترتدي كمامك بالطريقة الصحيحة ودائما وابدا، يعني سواء انت كنت في الداخل او في الخارج انت هذا الكمام لازم تحرص انك انت ما تشيله الا للضرورة. ثاني نقطة في مثلثنا الذهبي انك انت تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الاخرين، لا تقل عن مسافة مترين، هاي المسافة تعتبر جدا مهمة وجدا ضرورية وركن أساسي في مثلثنا الذهبي. النقطة الثالثة والأخيرة اللي هي إحنا نحافظ على نظافة إيدينا باستمرار ونحرص أن نغسلها، طبعا نفضل إحنا الماء والصابون ولمدة 20 ثانية أو أكثر، وإذا ما كان عندنا الماء والصابون بالجل المعقم، والجل المعقم لازم نكون حريصين أنه يحتوي على نسبة كحول 60% فما فوق. وبعد نتأكد أن إحنا لما ننظف بالجل المعقم بعد تكون المدة 20 ثانية فما فوق. وهاي كانت الثلاث نقاط الأساسية في
مثلثنا الذهبي لحمايتنا ضد كوفيد-19. صحيح. الله يعطيك العافية دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك دكتورة، وشكرا لجهودكم الجبار الحقيقة أنت وفريق العمل بزيادة نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. كل الشكر والتقدير. كل الشكر لكم، لآمنة وعبد الله، ودمتم بصحة وسعادة. أنت بصحة وسعادة. أختي آمنة دكتورة اليوم الحقيقة يعني تطرقت لنقاط مهمة جدا، لأن فعلا مثل ما ذكرنا أن نلاحظ وإحنا نشوف أن يعني عدم لبس الكمامة بالشكل الصحيح، صح؟ نعم، كذلك طبعا أخوي عبد الله ذكرت الدكتورة موضوع مهم جدا اللي هو كيفية التعامل مع الكمامات القماشية، لأن نشوف أكثر الناس الحين قالوا بنلبس الكمامات القماشية أسهل وما تحتاج تبديل دائما، ولكن مثل ما ذكرت دكتورة هند العوضي أن الكمامات القماشية بحاجة للغسيل، يعني مو بلأن عندي كمام ممكن أرد أستخدمه أهمل تنظيفه، لا بالعكس يمكن لازم نغسله بالماء والصابون بشكل يومي. وطبعا يفضل أخوي عبد الله استخدام الماء الساخن اللي لا تقل درجة حرارته عن 60 درجة مئوية أثناء غسل الكمامات القماشية. صحيح. ومن بعد اختي آمنة عيال الطرق الصحيحة لارتداء الكمامة والتخلص منها بالشكل الصحيح، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن قدمنا أو من خلال حلقتنا لهذا اليوم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة لأفراد المجتمع. وهذا هو دائما مستمعين الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، وشكر خاص لمخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. واختي آمنة شكرا جزيلا لك، أبدعتي. شكرا لك أخوي عبد الله، شكر موصول لك ولجميع ضيوف برنامجنا لليوم. دائما مستمعين الأعزاء نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسعادة، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.